طب كابتن بشير، قبل ما اروح لك عشان انا معايا على التليفون الاستاذ محمد جمال عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، لتعليق او تعقيب على الكلام اللي قاله الحاج عامر حسين لما قال فجر معايا من شويه قصه ان مفيش قيد هيتفتح الا لو الكاس اتلعب. سمعت القصه دي؟ طلع ان الفيفا بعت قال انه لن يسمح بفتح القيد الا ما تخلص بطولاتك المحليه بتاعت الموسم. الفيفا اللي قال ولا الفيفا بتاعنا؟ الفيفا بتاعنا ولا بتاع الدولي؟ احنا كنا دايما ناجل الكاس للموسم اللي بعديه ماتشاته، فقال لك لا، كان السنه اللي فاتت استثنى خدناه من الفيفا، السنه دي ما فيش استثنى، فيا اما تلغي البطوله عشان تفتح القيد او تلعب الماتشات الباقيه عشان تفتح القيد، وبقيت انت كده مضطر ان انت القيد مش هتفتح الا بعد يوم 1/9 او 2/9، وغير ان الموسم هيتلحم 2/9 توقف دولي، والدكاس هيخلص 1/9 والقيد والكلام ده. فالاستاذ محمد جمال الهيا يبدو انه عارف من عندنا الموضوع فعايز يعقب عليه، عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي. استاذ محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن محمد، تحياتي لضيوف حضرتك كابتن بشير كابتن سيد، بس تعقيب دكتور محمد جمال. اه يا دكتور، استاذ دكتور بقى. لا دكتور لسه انا تحت. دكتور في ايه يا دكتور محمد بقى؟ دكتور اخصائي البطنه والجهاز الهضمي والكبد. ده احنا هنحتاج جهاز هضمي، ده احنا بقول لك كل مشاكلنا مش في الكوره، في الجهاز الهضمي. اهلا بيك يا دكتور. صباح الخير كابتن الله يخليك. يا فندم اتفضل يا فندم. والله يعني احنا سمعنا التعليق من سيادتكم هنا مع في البرنامج، يعني فهو يعني الموضوع غريب جدا بصراحه، واللي بيحصل في مصر ده ما بنشوفوش، مش موجود في اي حته في العالم، مش ما بنشوفوش، هو شيء مش موجود في اي حته في العالم. بطولات غير منتظمه طبعا، يعني لو هنقول باثر ده هنقسم بس كلامنا لكذا منطقه. انا ذنبي ايه كنادي؟ انا نادي جيت كمجلس اداره، في مجلس اداره او مجالس اداره قبلي سببت في عقوبات كتير على النادي، العقوبات دي بتيجي واحده تلو الاخرى، بعمل استئناف بقدر احل مشكلتين ثلاثه، يمكن احنا بعد يناير ولحد يناير وقف قيد وفلوس الدفع ومشاكل كتير، فكينا القيد مره وحلينا مشكله خالد النبريزي، يعني حلينا مشاكل بديون كتير جدا ودفعنا حوالي 70 مليون جنيه. وانتوا نادي في الاخر يعني مش نادي مع فلوس كتير، يعني نادي ظروف الماديه قاسيه بالظبط، يعني انا مش هقدر ان انا اوفر كل مره مثلا 200 مليون 150 مليون، يعني بس المشاكل دي مظبوط. فانا دلوقتي في غرامتين مثلا موجودين عليا انا ممكن اتصرف فيهم، بس لو الوقت اتاخر عليا تاني في عقوبتين، في قضيتين لسه شغالين بعقوبات كبيره، وارد يجوا دلوقتي لو جا كله مع بعضه هعمل ايه؟ مش عارف اعمل حاجه. هتلاقي نفسك القيد مقفول تاني ومش عارف تعمل حاجه. فتاخيره من تاخير القيد بالنسبه لك مشكله كده. جدا، هو انت بتراكم عليا ديون بدل اكني بقسط، في فرق ما بين بقسط وبدفع الفلوس كلها مره واحده. انا لو قيدت لعيب خلاص، يعني انا لو قيدت لعيب في فتره القيد مهما جت من عقوبات دلوقتي خلاص اتقيد اتقيد طالما مفيش عقوبه وخلاص ما يتوقفش قيدي، طالما بدات بقيد لعيب واحد قبل ما تيجي العقوبه اقدر اقيد يتوقف من القيد اللي بعديه. بالظبط يا كابتن. فانت دلوقتي مع احترامي لحضرتك، مش عشان انت حضرتك كلجنه مسابقات مش عارف تدير بطوله الدوري المصري ولا عارف تدير كاس مصر، تعمل مشاكل اكتر للانديه. اللي بيحصل ده ما شفناهوش في اي حته في العالم، وظهرت المشكله مع المنتخب الاولمبي مثلا، ان الانديه رافضه تسيب لاعبتها للمنتخب الاولمبي لان في تعارض، عشان عندهم منافسه، ما انت خالق منافسه محليه في وقت في منافسات دوليه، ما فيش بلد في العالم فيها المنافسه شغاله، ده كل الانديه دلوقتي بتستعد للموسم الجديد. طيب لما تيجي تفتح لي القيد 1/9 انا هجيب مين؟ انا اصلا هجيب مين؟ ولو همضي مع لعيب محترف دلوقتي في الظروف العاديه هقعده من هنا لبعد 3 شهور قدام بيعمل ايه؟ تدي له مرتب وهتدي له مرتب ومش هتستفيد منه. ما انا هدي مرتب ومفيش فتره غير ان انت شغال. مش عارف هل تتعاقد وتبص تلاقي جالك صحيح قرار بغرامه جديده مش قادر تدفع فالقيد يتقفل، يبقى انت تعاقدت والقيد اتقفل عليك، يعني بقى برضه حدوته غريبه بصراحه. يعني مش موجود الكلام ده، مش موجود في اي حته. يعني انت مع الغاء الكاس؟ اصل هو امر واقع. الغي الكاس، الغي لي يعني الغي شوف لي حل غير ان انت تاثر عليا سلب اكتر من كده. انت مأثر عليا لحد النهارده بطوله غير منتظمه، مقعدني على اعصابي، مفيش مبدا تكافؤ فرص في الدوري، في فرق بدات تريح لانها بره المنافسه فبتلعب بالصف الثاني. تمام؟ كل الحاجات دي سيناريو سببه حاجه واحده بس، عدم انتظام بطوله الدوري. عدم انتظام بطولة الدوري لأن حضرتك كلجنة مسابقات مش قادر تدير البطولة بشكل سوي وبشكل سليم. تمام. احنا بنشوف الدوريات اللي بره، الدوريات الخارجية، دوري الإنجليزي من أول يوم لآخر يوم مثلا في فترة التوقف الأولى اللي بتبقى عند احتفالات الكريسماس متحدد مواعيد المباريات. إنما دلوقتي أنت ما تعاقبنيش عشان حضرتك مش قادر تعمل نظام دوري صح. لا أنت بتعاقبني. تمام. أنا أرفض الكلام ده
ومجلس اداره النادي الاسماعيلي يرفض الكلام ده شكلا وموضوع. ما تلزمنيش لما تفتح لي فتره كتف 1-9 اجيب مين ولا اعمل ايه، ولا لو الديون اتراكمت عليا انت هتمد ايدك ليا بحاجه؟ لا طبعا. طبعا ولا هيعرفك. ما حدش عارفني حتى هيعرف. الان انا ما حدش بيسال النادي الاسماعيلي بيعمل ايه في ديونه. مظبوط دكتور محمد. يعني وجهه نظرك وصلت، وانت حضرتك بتطالب بالغاء الكاس خلاص. يعني اذا كان الحل يا الغاء يلعب واجل القيد، لا الغي يعني. ما تعاقبنيش بغلطتك يعني. تمام. انت غلطت ما تعاقبنيش اكتر من اللي انا فيه. كفايه عليا اللي انا فيه. تمام.